بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الأهلي يعني الانتصارات، الأهلي يعني الفرحة والسعادة. إحنا ملوك أفريقيا في كرة القدم، ملوك أفريقيا في كرة اليد، ملوك أفريقيا في كرة السلة، أيضا ملوك أفريقيا في كل الألعاب. لازم الأهلي دايما يكون رقم واحد، لأن الأهلي فخر لكل الأهلوية. كل يوم بنعيش حالة رائعة وفريدة واستثنائية من الفخر. الفخر بكونك أهلاوي، الفخر بأنك دايما بتهيمن على كل ما يخص، ودايما بيتقال علينا ملوك الصلاة على كل الألقاب أو في كل الألقاب. وفي الموسم الحالي أعتقد أنه هو موسم إعجازي وأسطوري بمعنى الكلمة في تاريخ النادي الأهلي. امبارح فريق كرة السلة نجح انه يتوج ببطولة البال تحت قيادة المايسترو الاسباني أوغستي بوش المدير الفني لكرة السلة، الحقيقة الذي يواصل كتابة التاريخ في لعبة كرة السلة بالنادي الاهلي. بالامس رجال النادي الاهلي حصلوا على هذه البطولة، البطولة الرابعة ليهم هذا الموسم، بطولة رقم 18 على مستوى العاب الصلاة في الموسم الحالي. لما تيجي تتكلم عن ألعاب الصلاة هيقولك انتوا خسرتوا ايه، مش هيقولك انتوا كسبتوا ايه. او بعض من لا يشجع النادي الاهلي يقول هذا الكلام، يقولك انتوا خسرتوا ايه، ما يقولكش انتوا كسبتوا 18 بطولة من 22 او من 24. محدش يقول ايه الاعجاز اللي حصل، ايه الانجاز اللي سطره. الحقيقة نجوم النادي الاهلي والقلعة الحمراء سواء في كرة السلة والألعاب الصلاة الاخرى، نجاحات لكل الألعاب الجماعية والفردية في هذا الموسم. هذه النجاحات ستظل دائما عالقة في الأذهان. أعتقد، أنا ما حسبتهاش، ولكن أعتقد أن الأرقام اللي حصلت هذا الموسم لم تتحقق من قبل. وكل ما سبق الحقيقة هيدعوك لشيء واحد، وهو الفخر والاعتزاز بانتمائك لهذا النادي الكبير. نسر النادي الأهلي نجح ان هو يحلق في سماء رواندا بالامس، وحملنا بطوله البال لكره السله، ومن ثم التاهل الى مونديال كاس العالم لكره السله. عايز اقول لحضراتكم مباراه السله بالامس او نهائي كره السله في البال بالامس لم تكن مباراه سهله على الاطلاق. زي ما حضراتكم عارفين ان المباريات النهائيه كانت امام دوانز السنغالي، النادي الاهلي فاز 80-65. الصعوبة ان الفريق السنغالي كان، او معظم الفرق السنغالية يعني، مسيطرة ومهيمنة على الاتحاد الافريقي لكرة السلة، ولها نفوذ كبير جدا جدا وصوت قوي في الاتحادات. خلي بال حضرتك، كل الترشيحات قبل المباراة كانت تصب في صالح الفريق السنغالي لانه لديه نفوذ وسيطرة على الاتحاد الافريقي. ولكن النادي الاهلي الحقيقة كالعادة البطل الذي لا يقهر، البطل الذي لا يقهر.